من أهالي بروتشي يعو الشهيد خالد نمر الذي قتل برصاص الأمن في موكب جنائزي يليق بشهداء الحرية. الثلاثة التي حددتها الجامعة العربية تقوم بتطبيق عكسها على أرض الواقع. في ريف حماة وبلدات حماة سيء للغاية، أنها كساحة أرض من كثر القصف والمداهمات والإحتلالات. نحن نحس الآن بأن المبادرة العربية مرت علينا الويلات، فبدلا من تخفف عنا الظلم والجور والقتل فقد ازداد منذ وافق على هذه